بهيدا النهار العظيم بحب عيد الإنسان اللي كرست حياته لتربيتنا، وجع من وجعنا وفرحة من فرحنا. بحب عيد أمي ندى وكل الأمهات اللي عم يتابعونا بحلقة خاصة بعيد الأم. هاي شاف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو عيد الام اليوم؟ ينعاد على جميع الامهات ان شاء الله يا رب، وعلى امك يا رب، وينعاد عليكي. ثانك يو شاف، فكرتك رح تنسى. لا شو بدي انسى، بعدين بتبهدليني ثاني ميله. فاليوم حنعمل وصفات ممكن الاشخاص يعملوها لامهاتهم، مثلا واحد حب يفاجئ امه، اما وحده تفاجئ امها بشي طبق، عم زوج فطور. يفاجئ زوجته، ايه مزبوط، بشي طبق الصبح، فطور ولا غدا ولا عشاء، انه بتعرفي مفاجاه. فحنعمل هيك افكار بالعمل، وعاده مثل ما بنعرف عيد الام بيجي بالربيع، فالاطباق كلها هيك ربيعيه وحلوه. حنعمل اول شيء شيء اسمه كرامبتس، بيجي بيشبه البانكيك بس سميك، بينحط عاده معه زبده او مربى حده. اوكي، حنعمل بنفس الوقت لانه اكيد بدنا نخمرهم، بدهم يشتغل خميره فيهم. حنعمل ثاني طبق هو البانانا كيك، بانانا بريد بالاجمال، بيجي على وجهه مانجا ولبن. حلو، حنبلش اول شيء بالكرامبتس. اوكي، هناخد جوز. هيدا من وين يا شيف هيدا الطبق؟ الكرامبتس انجليزيه. اوكي، كرامبتس، كرامبتس. اوكي، هناخد اول شيء نسخن الحليب شوي عشان تشتغل الخميره. فهناخد الحليب نحطه هون.